اسمع أيها الإنسان وشاهد وتمعن أيها الموصوف بالعقل والحكمة. الحياة معجزة ظهرت منذ 4 مليارات من الأعوام، ونحن بنو الإنسان لم يمض على وجودنا سوى 200,000 من الأعوام. إنها حقبة قصيرة لكنها كانت كافية لاختلال توازن أرضنا، حتى باتت حياتنا على كوكبنا الأزرق مهددة بالزوال. استمعوا لهذه الحكاية، حكايتنا، حكاية الأرض. شاهدوا آثار نشأتنا الأولى. في البداية لم يكن كوكبنا سوى كتلة نارية مضطربة تكونت من الشمس وانفصلت عنها، سحابة من جزيئات غبارية متصلة تسبح في الفضاء، شأنها شأن العديد من المجموعات المماثلة في الكون. لكن هنا حدثت المعجزة، معجزة الحياة. هذه الحياة التي نعيشها اليوم، حياتنا، ليست سوى حلقة من سلسلة لا تحصى ولا تعد ولا تنتهي من الكائنات الحية التي توارثت الأرض على مدى 4 مليارات عام. وحتى اليوم ما زالت البراكين الجديدة تشكل معالم أرضنا، فنستعيد معها بعضاً من مشهد الأرض في ميلادها الأول. صخور منصهرة تفور من باطنها، تصبح صلدة تتشقق، تعتريها البثرات، تنبسط في هيئة قشرة نحيفة، ثم تخمد ردحا من الزمان. تتصاعد سحب الدخان من جوف الأرض رقيقة، تسبح وتتلوى في الأثير لتصبح شاهدا حيا على جو ذلك الزمان، جو خال من الأكسجين، مليء بثاني أكسيد الكربون ومثقل ببخار الماء. كانت الأرض فرناً، لكنها كانت موعودة بمستقبل مدهش خبأه لها الماء. تبعد الأرض عن الشمس مسافة تحفظ لها الحياة، فلا تبعد بعداً يجمدها ولا تدنو دنواً يحرقها. توازن عجيب حفظ لها ماءها سائلاً يجري في أوصالها. تبخر الماء وتكاثف في السماء، فانهمر المطر وظهرت الأنهار. جرت الأنهار فشكلت بانسيابها معالم سطح الأرض، شقت قنواتها وحفرت الوديان. تدفقت الأنهار بمياهها حتى أدنى البقاع فتكونت المحيطات. في طريقها انتزعت المعادن من الصخور، وشيئاً فشيئاً أصبحت مياه المحيطات العذبة مثقلة بالملح. من أين أتينا؟ وأين قدحت أولى شرارات الحياة؟ معجزة من معجزات الزمان. ما نراه هنا هو البكتيريا القديمة، أشكال بدائية من الحياة ما زالت موجودة في ينابيع الكوكب الحارة. تهب الينابيع ألوانها وتعرف باسم البكتيريا البدائية. تقتات جميعها من الحرارة النابعة من الأرض، ما عدا البكتيريا السيانية أو الطحالب الخضراء المزرقة. وحدها البكتيريا السيانية
لها القدرة على الاستدارة نحو الشمس لتستمد طاقتها منها. هذه البكتيريا الدقيقة بالإضافة إلى المليارات من نسلها غيرت مصير كوكبنا بأسره، غيرت جوه القاتل إلى جو ينبض بالحياة. ربما نتساءل ماذا حل بالكربون الذي كان يسمم الجو؟ والإجابة هي أنه ما زال حبيساً في القشرة الأرضية. في قديم الزمان كان هذا الوادي بحراً زاخراً بكائنات مجهرية حية أنبتت لنفسها أصدافاً بامتصاص الكربون الذائب في الجو، فلما نفقت غرقت أصدافها في قاع البحر وكونت طبقات الجير البيضاء التي استنزفت الكربون من الجو، فظهرت حياة أخرى ونمت. الجو القاتل تحول إلى جو حافل بالحياة. الحياة هي التي غيرت جو الأرض. استلت النباتات غذاءها من طاقة الشمس التي مكنتها من كسر جزيئات الماء لتحصل على الأكسجين. ملأ الأكسجين الهواء. دورة الماء الطبيعية على أرضنا هي دورة في تجدد مستمر. شلالات، بخار الماء، سحب، أمطار، ينابيع، أنهار، بحار ومحيطات وأنهار جليدية، حلقات في سلسلة محكمة. هكذا تحتفظ الأرض بمائها ولا ينقص منه شيء، فمن الماء ذاته شربت جميع الكائنات الحية التي تعاقبت على الأرض. الماء أمره يحير العقل، فتارة نراه ماء جاريا وتارة أخرى بخارا، وطورا نجده جليدا صافيا. في سيبيريا تتجمد أسطح البحيرات في الشتاء مختزنة خصائص الماء إذ يتجمد، ولأنها أخف من الماء تطفو الأسطح الجليدية ولا تغرق، فتشكل ستاراً واقياً من البرد، تستمر الحياة تحته. الترابط أساس الحياة، فكل شيء مرتبط بشيء آخر. الماء والهواء لا يفترقان، متحدان في الحياة ومن أجل حياتنا على الأرض. تتكون الغيوم فوق المحيطات، فينهمر المطر ويروي اليابسة التي تعيد أنهارها الماء إلى المحيطات. بالمشاركة تستمر الحياة. من خلال الغيوم نلمح مساحات خضراء هي مصدر الأكسجين في الهواء. 70% من هذا الغاز الذي لا تعمل رئاتنا من دونه يأتينا من الطحالب التي تغطي أسطح المحيطات. توازن تعتمد عليه أرضنا، يلعب فيه كل كائن دورة، ولا يتنسم الحياة إلا من خلال كائن آخر. تناغم دقيق وهش في آن معاً، ما أسهل أن تقوض أركانه. هكذا ينشأ المرجان من تزاوج الطحالب والأصداف. الحاجز المرجاني العظيم قرب سواحل أستراليا يمتد على مساحة تتجاوز 350 كيلومتراً مربعاً، وهو موطن ل1500 نوع من الأسماك، 4000 نوع من الرخويات، و400 نوع من المرجان. إن التوازن في كل محيطات العالم يعتمد على هذا المرجان. تحسب الأرض الزمن بمليارات السنين، فقد احتاجت إلى أكثر من 4 مليارات من السنين لتنبت الأشجار. في سلسلة الحياة تعتبر الشجرة معجزة من معجزات الخلق.
فهي منحوتة حية تتحدى الجاذبية الأرضية باعتبارها العنصر الطبيعي الوحيد الذي ينمو إلى أعلى ويشمخ. تنمو الأشجار بتأن في اتجاه الشمس وتغذي أوراقها. لقد ورثت الأشجار عن الطحالب الخضراء المزرقة قدرتها على امتصاص طاقة الضوء، فهي تخزنها وتتغذى منها وتحولها إلى خشب وأوراق تتحلل فيما بعد إلى مزيج من الماء والمعادن والخضر والمواد الحية، وشيئاً فشيئاً تتشكل التربة التي لا غنى عنها للحياة. التربة هي مصنع التنوع الحيوي، عالم يعج بنشاط دائم، وفيه تتغذى الكائنات المجهرية، تحفر وتتحول، وهي تصنع الطبقة الخصبة من التربة التي ترتبط بها كل أشكال الحياة على الأرض. ماذا نعرف عن الحياة على الأرض؟ كم عدد أنواع الكائنات التي نعرفها؟ هل نعرف عشرها؟ أو ربما 1% منها؟ ماذا نعرف عن الأواصر التي تجمع بينها؟ الأرض معجزة، والحياة ما زالت سراً غامضاً. تكونت عائلات من الحيوانات جمعتها عادات وطقوس ما زالت تتوارثها حتى اليوم. يتأقلم بعضها مع مرعاه، والمرعى يتكيف معه، وكلاهما رابح. الحيوانات تشبع من جوعها، والأشجار تستطيع أن تزهر من جديد. في مغامرة الحياة على الأرض، لكل نوع من أنواع الكائنات الحية دور يؤديه، مكان يشغله، فلا نوع منها عبثي أو ضار، بل هي معاً تحقق التوازن. من هنا أيها البشر الحكماء تدخلون الحكاية، تتمتعون بخيرات نشأت في الأرض منذ 4 مليارات عام. إن عمركم على هذا الكوكب لم يتجاوز بعد 200,000 عام، ومع ذلك غيرتم وجه العالم. استحوذتم رغم ضعفكم على المواطن الطبيعية كلها، وأخضعتم رحاباً واسعة كما لم يفعل أي نوع من الكائنات الحية قبلكم. بعد 180,000 عام من الترحال، وبفضل تحسن المناخ استقر الإنسان، وما عاد يعتمد على صيد الحيوانات ليبقى
على قيد الحياة. آثر العيش في بيئات غنية بالماء، ثرية بالأسماك والحيوانات والنباتات البرية، فاجتمعت له نعمة اليابسة والحياة والماء. حتى يومنا هذا ما زال أغلب الناس يقطنون الخطوط الساحلية للقارات أو يستوطنون ضفاف الأنهار والبحيرات. قبل أقل من 6000 عام ظهرت بوادر البلدات، كانت قفزة عملاقة في تاريخ البشر. أصبحوا كائنات اجتماعية، بيد أن الطاقة الوحيدة التي توفرت للبشر في ذلك الزمان كانت تلك المستمدة من الطبيعة ومن قوة أبدانهم. على ذلك المنوال سارت حياة البشر آلافاً من السنين، بل وحتى يومنا هذا ما زالت تلك حال واحد من بين كل 4 أشخاص، أي ما يعادل 1.5 مليار من البشر، عدد يفوق عدد سكان الدول الغنية مجتمعة. معدل الحياة البشرية قصيراً في وقت أنهك العمل الشاق المضني الأبدان، وأرخت الطبيعة الغامضة والمتقلبة بثقلها على الحياة اليومية. وكان التعليم امتيازاً نادراً، في حين كان الأطفال هم الثروة الوحيدة للعائلة، إذ شكلت يدا كل طفل مساهمة ضرورية في كسب القوت للبقاء على قيد الحياة. عبقريتنا نحن البشر تكمن في أننا أدركنا على الدوام ضعفنا، فسعينا إلى توسيع حدود مناطقنا، لكننا لطالما أدركنا حدودنا، ومع ذلك فقد وجدنا ما ينقصنا من طاقة وقوة جسديتين في الحيوانات التي استأنسناها لتخدمنا. لكن كيف نقهر العالم ببطون خاوية؟ لقد قلب اكتشاف الزراعة مستقبل البشر رأساً على عقب، وحول مسار تاريخنا إلى الأبد، بعد أن كنا كالحيوانات الضارية نهيم بحثاً عن الطعام. كانت الزراعة هي أولى الثورات العظيمة التي حققناها وطورناها قبل 8 أو 10 آلاف عام، ومعها تغيرت علاقتنا بالطبيعة. وفرت الزراعة مصدر طعام ثابتاً، أنهى هواجس التضور جوعاً بسبب قلة الصيد أو الحصاد. فاض الطعام للمرة الأولى وظهرت المدن وقامت الحضارة. ولخدمة الزراعة سخرنا طاقة الحيوانات واستفدنا من النباتات، واستطعنا أخيراً أن نحصد ثمار عملنا. تلاشت من أذهاننا ذكريات آلاف السنين من التخبط بحثاً عن الطعام. عرفنا أنواع الحبوب ونوعية التربة التي تلائمها والمناخ، فتسنى لنا زيادة المحاصيل ومضاعفة أنواعها.
إن الهم اليومي الذي يستحوذ علينا نحن البشر هو إطعام أنفسنا وعائلاتنا. شأننا في ذلك شأن الكائنات الحية الأخرى. وعندما لا تجود التربة بعطائها ويشح الماء، نبذل جهوداً جبارة لتحويل مناطق قاحلة إلى رقع زراعية. بصبرنا وبإخلاصنا للأرض شكلنا نحن البشر معالم اليابسة، وأصبحت الزراعة أشبه بشعائر أزلية نقوم بها مرة تلو الأخرى. نصف البشر يفلحون التربة، 75% من المزارعين يعملون بقوة سواعدهم، لكننا بعد الاعتماد على القوة الجسدية فترة طويلة من الزمان وجدنا طريقة نستخلص بها الطاقة من باطن الأرض. ألسنة اللهب المتصاعدة هذه أصلها كذلك من النباتات، إنها ينابيع طاقة متفجرة، طاقة شمسية بحتة امتصتها ملايين النباتات على مدى ملايين السنين قبل أكثر من 100 مليون عام. إنها الفحم، إنها الغاز، وعلى رأس ذلك كله إنها النفط. هذه الطاقة حررت البشر من الكد في زراعة الأرض. كان اكتشاف النفط فاتحة عهد جديد، عهد تخلصنا فيه من أغلال الزمن. وبسبب النفط ينعم بعضنا بترف لم نشهد له نظيرا في 50 عاماً فقط، أي خلال عمر إنسان واحد غيرنا الأرض تغييراً جذرياً كما لم تفعل كل الأجيال التي سبقتنا في تاريخ البشرية. تدور عجلة السرعة، تعصف دواماتها بالعالم. ففي السنوات 60 الماضية فقط ازداد عدد البشر إلى 3 أضعاف، وانتقل أكثر من 2 ملياري إنسان إلى المدن. تتسارع الوتيرة وتصبح مدينة شنزن في الصين مليئة بناطحات السحاب، بعدما كانت قرية صغيرة وادعة تعيش من صيد السمك قبل 40 عاماً فقط. يحتدم تسارع الوتيرة في مدينة شنغهاي، وفي 20 عاماً فقط تم تشييد 3000 برج وناطحة سحاب. اليوم يبلغ عدد سكان العالم 7 مليارات نسمة، يعيش أكثر من نصفهم في المدن. هذه مدينة نيويورك، أولى المدن الضخمة التي عرفها العالم، رمز استغلالنا للطاقة التي وفرتها الأرض. نمت وتغذت على قوة سواعد ملايين المهاجرين وطاقة الفحم وطاقة النفط الهائلة. أمريكا كانت الدولة الرائدة في اكتشاف الطاقة الهائلة للذهب الأسود واستغلالها وتسخيرها. حلت الآلات محل البشر، فكل لتر من النفط يولد طاقة تعادل ما ينجزه 100 عامل في 24 ساعة. في الولايات المتحدة الأمريكية لم يتبقى إلا 3 ملايين مزارع ينتجون محاصيل تكفي لإطعام 2 ملياري إنسان. لكن معظم هذه المحاصيل لا تستخدم لإطعام البشر. هنا وفي جميع الدول الصناعية تصنع هذه المحاصيل لتصبح علفاً للماشية أو وقوداً حيوياً. لقد طردت الطاقة الجديدة شبح القحط الذي كان يهدد الأراضي الزراعية، ولكن الزراعة الحديثة تستهلك مخزون الينابيع بناهم يستنزف ما يعادل 70% من الماء المتوفر لاستخدام البشر. الترابط بين الأشياء ناموس من نواميس الطبيعة. لقد أدى توسيع الرقعة الزراعية وزراعة المحصول الواحد إلى ظهور الطفيليات،
فتكفلت المبيدات الحشرية، وهي هبة أخرى من هبات الثورة البتروكيميائية بإبادتها. بفضل هذا التقدم غدت المحاصيل التالفة والمجاعات جزءاً من ذاكرة الماضي، فالزراعة الحديثة تنتج كميات فائضة باتت الدول تحتار في أوجه التصرف فيها. تسربت المبيدات السامة إلى الهواء والتربة والنباتات والحيوانات والأنهار والمحيطات، ووجدت سبيلها إلى صميم خلايا تشبه الخلية الأم الموجودة في جميع أشكال الحياة. هل تضر هذه المبيدات بالبشر الذين حررتهم من الجوع؟ هؤلاء المزارعون الذين يحتمون بالملابس الواقية الصفراء، لابد أنهم يعرفون الجواب. تحررت الزراعة الحديثة من الاعتماد على التربة والمواسم، وحققت الأسمدة نتائج غير مسبوقة عندما استخدمت في أراضٍ أهملها الناس. تقهقرت المحاصيل التي تتطلب تربةً ومناخاً معينين أمام الأصناف الأغزر إنتاجاً والأسهل نقلاً، وكانت النتيجة أن ثلاثة أرباع الأصناف التي زرعها المزارعون على مدى آلاف السنوات مسحت من الوجود خلال القرن الماضي. على مد النظر تترامى هذه البيوت الزجاجية في مدينة الميريا بإسبانيا بساطاً من الأسمدة يعلوه غطاء بلاستيكي، إنها حديقة الخضروات لأوروبا. مدينة الخضر متماثلة الأحجام تنتظر كل يوم مئات الشاحنات التي ستحمل منتجاتها إلى أسواق القارة. كلما تطورت البلدان كلما ازداد استهلاك ساكنيها للحوم، فكيف السبيل إلى تلبية هذا الطلب المتزايد من دون اللجوء إلى إقامة مزارع للماشية مكتظة على غرار معسكرات الاعتقال؟ وتزداد وتيرة السرعة وتطال عجلة التطور دورة حياة الماشية، فأصبحت حبيسة لا ترى المرجى طوال حياتها. أصبح تصنيع اللحوم يسبق العمر الطبيعي للحيوان. في هذه المزارع الشاسعة التي تحشر فيها ملايين من رؤوس الماشية لا تنمو نبتة عشب واحدة، ومن جميع أنحاء البلاد تأتي قوافل الشاحنات محملة بأطنان من الحبوب ووجبات الصويا والحبيبات الغنية بالبروتين التي ستصبح أطناناً من اللحوم. ولكن سنستهلك من الماء 100 لتر لإنتاج كيلوغرام واحد من البطاطا، و4000 لتر لإنتاج كيلوغرام من الأرز، و13000 لتر لإنتاج كيلوغرام من لحم البقر. هذا ولم نحسب بعد كمية النفط المستهلك في عملية الإنتاج وفي النقل. أصبحت زراعتنا معتمدة على النفط. صحيح أنها باتت تستطيع إمداد ضعفي عدد سكان الأرض بالغذاء، لكنها قوضت التنوع وأرست نظام القالب الواحد، وهبت الزراعة كثيراً منا رغداً ما كان يحلم به، لكنها جعلت من النفط عماد حياتنا. هذه هي عقارب الزمن الجديد، فساعة عالمنا باتت تنبض اليوم على إيقاع هذه الآلات المنكبة على استخراج النفط. وما دامت الآلات منتظمة في عملها فإن الطمأنينة تسكننا، أما إذا أصابها عطل فيهزنا الارتباك. هذه الآلات يراقبها العالم بأسره ويخبئ فيها آماله وأحلامه. تكبر الآمال والأوهام بازدياد احتياجاتنا، إنها رغبات نهمة. نعرف أن نهاية عصر النفط الرخيص بات قاب قوسين أو أدنى، لكننا لا نريد أن نصدق. يعتقد كثيرون أن هناك اسماً أسطورياً يجسد الحلم الأمريكي خير تجسيد، لوس أنجلوس. في هذه المدينة يتساوى عدد السيارات مع عدد السكان. عندما يأتي الليل تقدم الطاقة عروضها المدهشة، فيما لا يبدو النهار أكثر من انعكاس شاحب لليالي التي تحول المدينة إلى سماء مرصعة بالنجوم. وتزداد السرعة، ما عادت المسافات تقاس بالأميال بل بالدقائق، وأدت السيارات والطرق المعبدة إلى نشوء العديد من الضواحي التي يستقل فيها كل منزل كقلعة آمنة.
لقد أضحى نموذج القلة المحظوظة من البلدان حلماً عالمياً تتغنى به شاشات التلفزة في أرجاء المعمورة. حتى هنا في بكين تمت محاكاة هذا الطراز بحذافره، وتقهقر أمامه فن العمارة الصينية التقليدية حتى كاد يختفي. أصبحت السيارة رمز الراحة والتقدم، ولو اتبعت الدول كلها النموذج الأمريكي لما كان في العالم اليوم 900 مليون سيارة، بل 5 مليارات سيارة. تتزايد السرعة، وكلما تطور العالم زاد تعطشه إلى الطاقة. في كل مكان تدور الآلات وتحفر الأرض لاستخراج قطع النجوم التي دفنت في أعماق الأرض منذ نشوئها، المعادن. في السنوات 20 القادمة سيتم استخراج خامات معدنية بكميات تفوق ما استخرجه البشر طوال تاريخهم، لكن وبسبب القوة والسلطة يستأثر 20% من سكان العالم ب80% من هذه الثروة المعدنية. قبل نهاية هذا القرن سيؤدي الإفراط في استخراج المعادن إلى نضوب احتياطي الكوكب كله. ما زالت السرعة في ازدياد، الموانئ تستقبل الناقلات والبواخر المحملة بالنفط والوقود لتلبية احتياجات الإنتاج الصناعي في زمن العولمة. تسافر معظم البضائع آلاف الكيلومترات من البلد المنتج إلى البلد المستهلك، وقد ازداد حجم التجارة الدولية بمقدار 20 ضعفاً عما كان عليه عام 1950. يعتمد التبادل التجاري على الشحن البحري بنسبة 90%، إذ يتم سنوياً شحن 500 مليون حاوية متجهة نحو بؤر الاستهلاك الرئيسة في العالم مثل دبي. تعتبر دبي أحد أكبر مواقع الإنشاءات في العالم، وفيها يصبح المستحيل ممكناً كإنشاء هذه الجزر الاصطناعية في عرض البحر على سبيل المثال. دبي بها موارد طبيعية قليلة، ولكن دخلها من البترول يتيح لها استيراد ملايين الأطنان من المواد واستخدام الخبرات من جميع أنحاء العالم. صحيح أن دبي تفتقر إلى الأراضي الزراعية، لكنها تستطيع استيراد الطعام. تفتقر إلى الماء، لكنها تزخر بطاقات هائلة تنفقها في تحلية مياه البحر. شيدت أعلى ناطحات السحاب في العالم، شمسها متوفرة على مدار العام، لكن ليس فيها ألواح لاستغلال الطاقة الشمسية. إنها مدينة تسابق الزمن بطموحاتها وتتماهى فيها الحقيقة والخيال. تعد دبي بمثابة منارة المال الجديدة في العالم. تبدو دبي أبعد ما تكون عن الطبيعة، رغم أنها الأكثر اعتماداً عليها في العالم. باتت المدينة تحاكي نموذج الدول الغنية، بيد أننا نتغاضى عن حقيقة مرة أننا نستنزف ما توفره لنا الطبيعة.
منذ عام 1950 ازداد صيد الأسماك 5 أضعاف، من 18 إلى 100 مليون طن متري في السنة. آلاف من سفن المصانع تواظب على تفريغ المحيطات. 3/4 أماكن صيد الأسماك باتت منهكة أو مستنزفة أو توشك أن تكون كذلك. أدى الصيد المفرط إلى انقراض أغلب الأسماك الكبيرة، إذ غدر بها الصيد دون أن يترك لها وقتاً للتكاثر. إننا ندمر دورة حياة وهبت لنا. يشكل السمك غذاءً رئيسياً لخمس سكان العالم، لكن المخزون السمكي الآن في تناقص. لقد نسينا أن الموارد شحيحة. هناك 500 مليون إنسان يسكنون الصحاري المنتشرة في المعمورة، عدد يفوق مجموع سكان أوروبا كلها. هؤلاء يدركون قيمة الماء ويعرفون أنه عصب الحياة، فيقتصدون في استخدامه. هنا يعتمدون على الآبار التي ينساب إليها الماء الجوفي، ذاك الذي تراكم تحت الأرض عندما كان المطر يهطل على تلك الصحاري قبل 25,000 عام. بفضل الماء الجوفي يتمكن السكان المحليون من زراعة المحاصيل، فيما تتخذ الحقول أشكالاً دائرية تبعاً للأنابيب التي ترويها وتدور حول محور مركزي. وهنا أيضاً كان الثمن باهظاً، فالماء الجوفي مورد لا يتجدد. في المملكة العربية السعودية تلاشى حلم إرساء الزراعة الصناعية في قلب الصحراء. كخارطة قديمة تظهر البقع المضاءة قطع الأراضي التي هجرها أصحابها، لا لنقص في معدات الري التي ما زالت هناك، ولا لانعدام الطاقة لضخ المياه، بل لأن الماء الجوفي أشرف على النضوج. نجح البعض في تحويل الصحاري إلى أراضٍ قابلة للزراعة، ورغم أن هذه المستنبتات تروى بالتقطير، إلا أن استهلاك الماء يزداد بازدياد الصادرات. نهر الأردن كان نهراً عظيماً جراراً، لم يبق منه اليوم إلا القليل. نضبته متطلبات زراعة الخضر والفواكه التي صدرت إلى أسواق العالم. لكن نهر الأردن لم يلقى هذا المصير وحده، فمن بين كل 10 أنهار رئيسة في العالم هناك نهر لم يعد يصب في بحره طيلة شهور عدة من السنة. سمي البحر الميت ميتاً بسبب الملوحة العالية التي تتميز بها مياهه، والتي تجعل الحياة فيه مستحيلة. توقف نهر الأردن عن صب مياهه فيه، فبدأ مستوى مياهه بالانخفاض أكثر من متر سنوياً. تواجه الهند خطراً، لأنها ستكون الدولة الأكثر معاناة من نقص المياه في القرن القادم. تكفل الري الغزير بإطعام السكان الذين يتزايد عددهم باضطراد، وحفر 21 مليون بئر في السنوات 50 الأخيرة، بيد أن الانتصار على المجاعة له ضريبته. ففي أجزاء كثيرة من البلاد يجب التعمق في الحفر أكثر فأكثر لبلوغ الماء المنشود، وفي غربي الهند هجرت
30% من الآبار. الطبقات الصخرية المائية طالها النضوب أيضاً. تجمع الأحواض الكبيرة أمطار المياه الموسمية لتعزز بها مخزون المياه الجوفية. وفي مواسم الجفاف تحفر نساء القرى هذه الأحواض بأيديهن. على بعد آلاف الكيلومترات يستهلك كل شخص ما بين 800 إلى 1000 لتر من الماء يومياً. إنها لاس فيغاس، مدينة بنيت وسط الصحراء، يقطنها ملايين البشر، ويتوافد إليها السكان الجدد بالآلاف شهرياً، وسكانها من أكبر مستهلكي الماء في العالم. بالم سبرينغز مدينة أخرى في حضن الصحراء، نباتاتها استوائية وتملأها ملاعب الغولف الخضراء. إلى متى يستطيع هذا السراب أن يزدهر قبل أن يفنى ويندثر؟ الأرض عاجزة عن مواكبة التطور وإسراف البشر. نهر كولورادو الذي يمد هذه المدن بالمياه هو أحد الأنهار التي استنزفها البشر. فقد زخمه ولم يعد يصل البحر، والأخطر من ذلك أن تدفقه آخذ في التقلص عند منبعه، كما بدأت مستويات المياه تنخفض في البحيرات الممتدة على طول مجراها. قد يرمي شح المياه بوطأته على زهاء 2 مليار إنسان قبل حلول العام 2025. لهذه الأراضي الرطبة أهمية بالغة بالنسبة إلى جميع أشكال الحياة على الأرض، وهي تبسط مساحتها على 6% من الكوكب. المستنقعات أشبه بالإسفنج، فهي تنظم تدفق الماء فتمتصه في مواسم الأمطار وتطلقه في مواسم الجفاف. تحت الماء الهادئ تدور عملية تنقية حثيثة، فالتنوع والثراء الحيويان يتلاحمان وينقيان الماء ويستوعبان كل التلوث. المستنقعات إذن بيئة لا غنى عنها لتجديد الماء وتنقيته. لطالما اعتبرت هذه الأراضي الرطبة مناطق غير صحية ولا تصلح لسكن البشر، لكننا في سباقنا المحموم نحو استغلال المزيد من الأراضي اجتحنا هذه المناطق وحولناها إلى مراع لمواشينا أو أراض زراعية أو مواقع للبناء. في القرن الماضي تم استنزاف نصف مستنقعات العالم، فما عدنا نعرف وظيفتها أو ثراءها الحيوي. جميع المواد الحية متصلة ببعضها البعض، الماء والهواء والتربة والأشجار. ها هي روعة العالم أمام أنظارنا. تمتص الأشجار الماء من الأرض ثم تطلقه في الهواء، كما تشكل مظلة حانية تخفف وطأة الأمطار الغزيرة وتحمي التربة من الانجراف. توفر الغابات الرطوبة اللازمة للحياة. للمطر أم وأب، هما الرطوبة والغابات. تختزن الغابات الكربون بكميات تفوق ما في جو الأرض كلها. إن الغابات هي حجر الزاوية للتوازن المناخي الذي نعتمد عليه جميعاً. توفر الأشجار موطناً لثلاثة أرباع التنوع الأحيائي على الكوكب،
إنها موئل الحياة على الأرض. هذه الغابات توفر لنا العلاج الذي يشفينا، فالمواد التي تفرزها نباتاتها سرعان ما تتعرف عليها أجسامنا، تتحدث خلايانا بلغة واحدة، فنحن من أسرة واحدة. منذ ستينات القرن العشرين اكتسبت إزالة الغابات زخماً وسرعة، وحتى الأمازون أكبر غابة مطرية في العالم خسرت 20% من مساحتها. تباد الغابات لإنشاء مزارع المواشي أو مزارع فول الصويا، وتستخدم 95% من فول الصويا لإطعام المواشي والدواجن في أوروبا وآسيا. هكذا تحول الغابات إلى لحوم. بورنيو، رابع أكبر جزيرة في العالم، كانت قبل أقل من 20 سنة مغطاة بغابة مترامية الأطراف، ولكن إذا استمر المعدل الحالي لإزالة الغابات ولم يكبح جماحه فستفنى الغابة عن بكرة أبيها خلال 10 سنوات. تربط المادة الحية عناصر الطبيعة ببعضها البعض، تربط ما بين الماء والهواء والأرض والشمس، لكن الروابط قطعت في بورنيو، في غابة كان تنوعها البيولوجي مضرب المثل في العالم. حلت هذه الكارثة ببورنيو بسبب قرار يقضي بإنتاج زيت النخيل فيها، وهو الزيت الأكثر استهلاكاً في العالم، إذ تتلقفه الأسواق لاستخدامه في المواد الغذائية ومواد التجميل وصناعة المنظفات والوقود البديل. أبيد التنوع الأحيائي بهدف إخلاء الغابة أمام نوع واحد، شجرة نخيل الزيت. من الأمثلة الأخرى على الإزالة الجائرة للغابات زراعة شجر الأوكابيتوس الذي يستخدم لصناعة لباب الورق، والذي ازدهرت مزارعه بعد ازدياد الطلب على الورق بمقدار 5 أضعاف في 50 عاماً. نظام الغلة الواحدة يحكم سطوته على العالم، لكنه ليس غابة ويفتقر إلى التنوع، وغابة الصنف الواحد لا تحل محل أخرى. إن إزالة الغابات لإنتاج فول الصويا وزيت النخيل والأوكابيتوس وسواها هي تدمير للأساسيات من أجل الكماليات، لكن في أماكن أخرى تعتبر إزالة الغابات ملاذاً أخيراً للبقاء. هناك أكثر من 2 ملياري إنسان يعتمدون على الفحم، إنهم ثلث سكان العالم. في هايتي التي تعد من أفقر دول العالم، يتصدر الفحم قائمة المواد التي يستهلكها السكان. هايتي التي كانت لؤلؤة البحر الكاريبي لا تستطيع اليوم حتى إطعام أهلها من دون مساعدات أجنبية. تلالها التي كانت تختال بحلتها الخضراء لم يبق منها إلا 2%. وبعدما جردت التلال من غاباتها توقفت التربة عن امتصاص مياه الأمطار، وبزوال النباتات والجذور فقدت التربة ما يسندها، فغدت واهنة تجرفها الأمطار إلى المنحدرات وإلى البحر. تسلب التعرية خصوبة التربة وتقلل صلاحيتها للزراعة. في بعض أجزاء مدغشقر أحدثت التعرية دماراً مذهلاً، ترك على منحدرات التلال جراحاً غائرة يبلغ عرضها 100 أمتار. التربة رقيقة وهشة، وهي مصنوعة من مواد حية، مع التعرية والتآكل
تختفي الطبقة الخصبة الرقيقة التي تطلب نشوؤها آلاف السنوات. جزيرة إيستر لسكانها الأصليين حكاية. نقلب صفحات التاريخ ونقرأ حكاية الرابا نيوي علنا نجد فيها فائدة وعبرة. ففي أحضان هذه الجزيرة التي نأت عن العالم استنزف السكان مواردهم حتى نضبت. كانت هذه الأراضي الجرداء مكسوة بأعلى أشجار النخيل في العالم، لكن الأشجار اختفت، قطعها السكان ولم يدركوا عاقبة أفعالهم، فنزلت عليهم ويلات جرتها عليهم التعرية التي أفسدت التربة. لم يحرم شعب الرابا نيوي من خيرات البر فحسب، بل حرم أيضاً من صيد السمك. فلا قوارب بلا أشجار، ولا صيد بلا قوارب. ورغم الحال العسيرة استطاع الرابا نيوي إرساء حضارة عظيمة في المحيط الهادئ، وشاهد لبراعتهم القاصي والداني. لكنهم علقوا بين سندان زيادة السكان ومطرقة تضاؤل الموارد والنقصان. انتهت قصتهم بعاصفة من القلاقل والثورات، واجتاحتهم المجاعات، قلة نجت وأسدل الستار. اللغز الحقيقي لجزيرة إيستر لا يكمن في كيفية وصول تماثيلها الغريبة إلى هناك، بل في عجز السكان عن فعل شيء لإنقاذ الموقف قبل فوات الأوان. إنها واحدة من قصص كثيرة، لكنها اليوم تعني لنا الكثير. منذ عام 1950 ازداد عدد سكان العالم بمقدار 3 أضعاف تقريباً، وفي الفترة ذاتها غيرنا الأرض كما لم نفعل طوال تاريخنا الممتد على مدى 200,000 عام. نيجيريا أكبر مصدر للنفط في أفريقيا، ومع ذلك يعيش 70% من سكانها تحت خط الفقر. الثروة وافرة لكنها بعيدة عن منال أصحابها، والحال ذاتها في المعمورة كلها، فنصف فقراء العالم يعيشون في بلدان غنية الموارد. النهج الذي نتبعه في التنمية لم يرقى إلى مستوى طموحاتنا، فخلال نصف قرن من الزمان أضحت الهوة بين الأغنياء والفقراء أوسع من أي وقت كان، وتركزت نصف ثروة العالم اليوم في أيدي الأغنياء الذين يشكلون 2% من مجموع عدد البشر. هل يعقل أن يبقى هذا البون الشاسع؟ هذا هو الدافع وراء حركة السكان التي لا ندرك حجمها أو عواقبها. لنأخذ مدينة لاغوس مثلاً، عام 1960 كان عدد سكانها 700,000 نسمة، وبحلول عام 2025 سيبلغ ذلك العدد 16 مليونا. لاغوس من أسرع المدن الضخمة في العالم نمواً سكانياً، ومعظم الوافدين الجدد الذين يتدفقون إليها مزارعون أجبرتهم الفاقة أو الاختلالات السكانية على هجر ديارهم. إلا أن هذا نمط جديد مهول للنمو الحضري، ليس المأرب من الرفاه والرفاء، بل مجرد العيش والبقاء. في كل أسبوع تتقاطر جموع غفيرة تتعدى 1 مليون شخص إلى المدن في أرجاء العالم. يعيش سدس البشر في بيئة غير مستقرة، غير صحية، ومكتظة بالسكان، محرومين من الضروريات اليومية كالماء والصرف الصحي والكهرباء.
زاد الجوع إلى الانتشار، وهو اليوم يهدد حياة نحو 1 مليار إنسان. في شتى أرجاء العالم يكافح الفقراء لكسب فتات يسدون به رمقهم، ونحن ما زلنا ننقب الأرض بحثاً عن موارد ما عدنا نستطيع الحياة من دونها. نجول بالبصر في الآفاق بحثاً عن مناطق لم يطلها الإفساد أو مناطق تستعصي على الاستغلال. لا نغير أسلوبنا ولا نقتنع، فإن قال قائل قد ينضب النفط وينقطع، نجيبه ما زال بإمكاننا أن نستخرج النفط من رمال القار في كندا. هناك تنقل أكبر الشاحنات في العالم آلاف الأطنان من الرمل، ولكن عملية تسخين القار وفصله عن التراب تتطلب ملايين الأمتار المكعبة من الماء وطاقة هائلة تستهلكها. أما التلوث الناجم عنها فكارثي مهلك. وكما يبدو تبقى الأولوية الملحة لشفط منابع الطاقة. ناقلات النفط تزداد ضخامة، ونهمنا إلى الطاقة جياش لا يعرف القناعة. فالنمو الاقتصادي التون فاغر فاه يلتهم الطاقة ولا يشبع أبدا. الكربون هو بيت القصيد، الكربون الذي كانت الأرض بسببه كالأتون قبل أن يصبح حبيسها ملايين السنين، مما سمح للحياة بالظهور عليها والتطور. خلال عقود قليلة سيخرج من قمقمه ثانية ويقوض الأركان، فالجو تزداد سخونته والانحباس الحراري إلى مزيد. لو قيل هذا الكلام قبل بضع سنوات فقط لخاله السامع وهماً أو أضغاث أحلام. نشاطاتنا من نقل وتصنيع وإزالة للغابات وزراعة كلها أفعال تطلق كميات هائلة من ثاني أكسيد الكربون الذي يتجمع في الجو ويتراكم. لقد أفسدنا التوازن المناخي للأرض. اليوم عيون العالم تتجه نحو القطبين، حيث تظهر آثار الاحترار العالمي بشكل واضح. سرعة حدوثه مذهلة. الممر الشمالي الغربي الواصل بين أمريكا وأوروبا وآسيا عبر القطب يتلاشى، والقلنسوة الجليدية القطبية الشمالية آخذة في الذوبان. تحت وطأة الاحترار العالمي فقدت القلنسوة الجليدية 40% من سمكها خلال 40 سنة، وقد تختفي قبل عام 2030، بل إن بعض العلماء يقولون إنها ستختفي عام 2015، وسرعان ما ستكون هذه المياه بلا جليد عدة شهور في السنة. أشعة الشمس التي كان الجليد يصدها أصبحت الآن تخترق الماء البارد وترفع حرارته، وعملية الاحترار تمضي في تسارع رهيب. هذا الجليد يحمل في طياته تاريخ كوكبنا. لقد بلغ تركيز ثاني أكسيد الكربون الآن مستويات عالية لم يعهدها العالم منذ مئات آلاف السنين. لم يعش البشر طوال تاريخهم في جو كهذا قط. هل يهدد استغلالنا الجائر لموارد الكوكب حياة الكائنات الحية على أنواعها؟
إن التغير المناخي عامل يعجل البوار، فبحلول عام 2050 قد يطال خطر الانقراض ربع أنواع الكائنات الحية على الأرض، لأن التوازن الطبيعي في هذه الأصقاع القطبية اختل ولم يعد كما كان. قرب سواحل غرينلاند تتزايد أعداد الجبال الجليدية العائمة، والسبب هو أن القلنسوة الجليدية المحيطة بالقطب الشمالي فقدت 30% من سطوحها خلال 30 عاماً. غرينلاند تتعرض لاحترار سريع، والجليد الذائب يتدفق ماءً عذباً إلى الماء المالح في المحيطات. إن جليد غرينلاند يظفر 20% من الماء العذب في الكوكب بأسره، فإذا ذاب جله فسيرتفع منسوب المياه في البحار بمقدار 7 أمتار تقريباً. لكن لا توجد صناعات هنا، فما سبب هذه الويلات إذن؟ في الواقع أن الصفائح الجليدية في غرينلاند تعاني بسبب انبعاثات الغازات الضارة في أماكن أخرى على الأرض. نظام كوكبنا البيئي لا يعرف الحدود، فإنما كنا تطال عواقب أفعالنا الكوكب بأسره. إن الأرض بجوها ومناخها وحدة لا تقبل القسمة، هي بيت نعيش فيه كلنا، إما أن ننجو معاً أو أن نهلك معاً. لدينا ظاهرة جديدة، البحيرات تكثر على سطح غرينلاند. لقد بدأ الجليد يذوب بوتيرة متسارعة لم تخطر ببال أكثر العلماء تشاؤماً قبل 10 سنوات. هذه أنهار تستمد مياهها من الأنهار الجليدية، الآن تندمج معاً أعداد أكبر فأكبر، فتنخر السطح وتقطع أوصاله. خاب رجاء من اعتقد أن الماء سيتجمد في أعماق الجليد، فما حدث هو النقيض. ينسل الماء تحت الجليد ويحمل الصفائح الجليدية إلى البحر، وهناك تتكسر وتصبح جبالاً جليدية عائمة. مع تزايد ذوبان الصفائح الجليدية في غرينلاند وانسياب مائها العذب إلى المياه المالحة في المحيطات، يتعاظم خطر داهم ويهدد الأراضي المنخفضة حول العالم بالغرق. يرتفع منسوب المياه في البحار بشكل مقلق، فالماء يتمدد كلما ارتفعت حرارته. في القرن 20 وحده سجل منسوب الماء في البحار ارتفاعاً مقداره 20 سنتيمتراً. كل شيء اختل واضطرب. الشعاب المرجانية مثلاً شديدة الحساسية تتضرر حتى بأخف التغييرات في درجة حرارة الماء، وقد أتت الفاجعة على 30% منها فأبادتها، علماً بأنها حلقة جوهرية
في سلسلة الحياة. ظهر البلاء في الأجواء أيضاً. التيارات الرئيسية للرياح تغير اتجاهاتها، دورات المطر تبدلت وتغيرت، واتخذت جغرافيا المناخ أنماطاً غير معهودة. في المالديف يتحسب سكان المناطق المنخفضة لكارثة إثر أخرى، أحكم الرعب عليهم قبضته، فبدأ بعضهم يجول بالنظر لعله يجد مسكناً آمناً يلوذ به من الخطر. إذا واصلت مياه البحار ارتفاعها بوتيرة متزايدة، فماذا ستفعل المدن الكبيرة مثل طوكيو، أكبر مدن العالم من حيث عدد السكان؟ في كل عام يطالعنا العلماء بتنبؤات جديدة أكثر ترويعاً، ف70% من سكان العالم يقطنون السهول الساحلية. تقع 11 مدينة من بين أكبر 15 مدينة في العالم عند خط ساحلي أو مصب نهر، فإذا ارتفع منسوب مياه البحار فسوف يدهم الأسطح المائية الباطنية ويحرم هذه المدن من مياه الشرب العذبة النقية. سوء الأحوال الجوية سيؤدي حتماً إلى موجات هجرة للسكان سيكون من المحال التكهن بحجمها. في إفريقيا فقد جبل كليمانجارو حلته البيضاء، 80% من أنهاره الجليدية ذابت واختفت. نضبت الأنهار وما عادت تتدفق في الصيف، وتضرر السكان من قلة الماء. حتى في أعلى قمم العالم في جبال الهيمالايا أصاب الانحسار الثلوج والأنهار الجليدية التي وجدت منذ الأزل. هذه الكوارث عواقبها وخيمة، لأن الأنهار تلعب دوراً أساسياً في الدورة المائية، فهي تجمد الماء الذي تستمده من الأمطار الموسمية ثم تطلقه سائلاً عند ذوبان الثلوج. والأنهار الجليدية التي تحفل بها الهيمالايا هي مصدر جميع الأنهار الأسيوية العظيمة مثل نهر السند، الغانغ، الميكونغ، اليانغتسي كيانغ. هذه الأنهار هي عصب الحياة لملياري نسمة، فمنها يشربون ويروون محاصيلهم كما هو الحال في بنغلاديش. تقع بنغلاديش في دلتا نهر الغانج ونهر براهماپوترا، وهي في مهب الأضرار الناجمة عما يحدث في الهيمالايا وما يحدث عند مستوى سطح البحر. بنغلاديش من أفقر دول العالم وأكثرها اكتظاظاً بالسكان، وهي تعاني اليوم من ويلات الاحترار العالمي، الوطأة الشديدة المتصاعدة للفيضانات والأعاصير الهدارة قد تفتك بثلث برها وتمحوه عن وجه الأرض. وعندما يواجه السكان مثل هذه النكبات والدمار لا يبقى أمامهم إلا الفرار. لن يسلم من الأمر أحد، حتى الدول الغنية لن تجد في ثروتها مأوى، فندرة الماء باتت تعم الكوكب. حتى في أستراليا ألقى الجفاف بظلاله الثقيلة على نصف الأراضي الزراعية. أفعالنا تهدد بتقويض التوازن المناخي الذي أتاح لنا التطور على مدى ألوف من السنين. ما زالت حرائق الغابات تتعدى على المدن الكبرى، وهذا بدوره يسرع الاحترار العالمي، فالأشجار تطلق أثناء احتراقها غاز ثاني أكسيد الكربون. لقد اختل النظام الذي يضبط مناخ الأرض، تصدعت دعائمه. هل بدأ كوكبنا يحرق ذاته؟ بسرعة هائلة
تداهم أخطار التغير المناخي هذه الرحاب الآسرة. البرد في سيبيريا وغيرها في أرجاء المعمورة شديد جداً، الأرض في انجماد سرمدي. تكمن تحت الأرض قنبلة مناخية موقوتة، إنه غاز الميثان الذي تفوق قوته التدميرية قوة غاز ثاني أكسيد الكربون 20 مرة. إذا ذاب الجليد السرمدي سيتسرب الميثان ويسرع التدهور المناخي، وستنجم أضرار لا قبل لنا بها. لن تكون الأرض أرضاً ولا الديار دياراً. أمامنا 10 سنوات لا أكثر لتصحيح الوضع وتجنب العبور إلى حياة على الأرض لم نشهد مثلها قط. فتحنا أبواب شر مستطير وأطلقنا ظواهر لا ضابط لها. منذ وطئت أقدامنا الأرض وتناغم الماء والهواء وجميع أشكال الحياة في ترابط متصل ملأ أرجاء الكون العظيم، لكننا في العصر الحديث أفسدنا التناغم وحطمنا التواصل. تعالوا نواجه الحقائق، فكل الفظائع التي رأيناها هي لأفعالنا مرايا. كيف سينهض هذا القرن بأعباء 9 مليارات من البشر إذا رفضنا أن نحاسب أنفسنا على أفعال لم يقترفها سوانا؟
عواقب أفعالنا هائلة ويدفع آخرون ثمنها وإن لم تتلوث أيديهم بها. أدمت عيني مشاهد مخيمات لاجئين تضاهي المدن في أحجامها. كم من الرجال والأطفال والنساء ستلتهمهم غداً هذه المخيمات التي يتوقف فيها نبض الحياة؟ هل كتب علينا أن نرفع الجدران لنمزق تضامن البشر ونفرق فيما بينهم ونحمي سعادة البعض من بؤس البعض الآخر؟ دائماً هناك بارقة أمل. أعرف أن 4 من بين كل 5 أطفال يذهبون إلى المدارس، فبعدما كان التعليم حكراً على النخبة من البشر، صار بإمكان الجميع أغنياء وفقراء أن نهلوا من العلم. ليسوتو مثلاً من أفقر دول العالم تفخر بأنها صاحبة أعلى نسبة تعليم مقارنة بعدد سكانها. قطر وهي إحدى أغنى دول العالم تنتهج سياسة تنبع من بصيرة نافذة ورؤية ثاقبة، حيث شرعت أبوابها لأفضل الجامعات الرائدة في العالم. في بنغلاديش توصل رجل إلى ما لم يخطر ببال أحد مصرفاً لا يقرض إلا الفقراء، فغير خلال 30 عاماً حياة ملايين الأشخاص. القارة المتجمدة الجنوبية فيها موارد طبيعية هائلة، وبفضل اتفاقية دولية وقعت عليها 49 دولة أصبحت القارة كنزاً محمياً بإرادة كل البشر. دائماً هناك بارقة أمل. لقد هبت الحكومات لحماية حوالي 2% من المياه الإقليمية في العالم. إنها نسبة قليلة لكنها تمثل ضعف ما كانت عليه قبل 10 سنوات. تمتد المتنزهات الطبيعية على مساحة تفوق 13% من مساحة القارات، وتزينها بفسحات يتناغم فيها النشاط الإنساني مع حماية الكائنات والتربة. هذا التناغم بين الطبيعة والإنسان ينبغي أن يتكرس قاعدة ثابتة. وفي نيويورك أدركوا أن الحياة بدون طبيعة محمية خراب، فالغابات والبحيرات هي السند الذي تنهل المدينة منها لتروي سكانها. في كوريا الجنوبية أحرقت الحرب الغابات، لكن الحكومة أطلقت برنامجاً وطنياً أعاد للغابات خضرتها لتغطي اليوم 65% من مساحة البلاد، كما أن 75% من الورق المستخدم فيها معاد التصنيع. كوستاريكا وقفت حائرة بين الإنفاق على جيشها وقواتها أو حفظ طبيعتها، فاختارت إلغاء الجيش وآثرت تخصيص مواردها للتعليم والسياحة البيئية وحماية غاباتها. الغابون تحمي غاباتها بتشريعاتها، فقد فرضت قانوناً يمنع قطع أكثر من شجرة واحدة في كل هكتار. يجب أن يصبح صون الغابات ملزماً ومحمياً بالتشريعات. يجب فرض العدالة، فعندما تكون التجارة عادلة يستفيد المشتري والبائع. ولكن كيف تتحقق العدالة ومن أين يأتي الإنصاف بين من يزرع بالأكف والسواعد ومن تساعده حكومته ويزرع ويحصد بالآلة الجبارة؟ ترى هل يستطيع الزبون أن يفرض معايير العدالة قبل أن يشتري السلعة؟ فلنكن زبائن مسؤولين وعاقلين، نفكر ونتفكر قبل أن نشتري. رأيت بشائر الأمل، رأيت الزراعة تكبر على موائد المحبة فتطعم البشرية قاطبة. هذا إذا لم تسرق شركات إنتاج اللحوم لقمة الناس من أفواههم. رأيت صيادين حريصين على حماية كنوز البحر. رأيت بيوتاً تنتج طاقتها بنفسها، و5000 إنسان يقطنون أول ضاحية صديقة للبيئة في العالم قامت في مدينة فرايبورغ في ألمانيا. حكومات نيوزيلندا وأيسلندا والسويد والنمسا ودول أخرى جعلت مسألة تطوير مصادر الطاقة المتجددة على رأس أولوياتها، غير أن هناك شيئاً آخر يكدر صفونا، إذ إن 80% من الطاقة التي نستهلكها جوفية المصدر. في الصين وحدها تبنى كل أسبوعين محطتا توليد تعملان بالفحم. ومع ذلك يبقى الأمل. ففي الدنمارك رأيت مصنعاً يعمل بالفحم ويطلق ثاني أكسيد الكربون في التربة لا في الهواء. ما رأته عيناي في أيسلندا أثلج صدري. رأيت محطة كهربائية تعمل بالطاقة الحرارية الأرضية، ورأيت ما يشبه أفعى بحرية صناعية عائمة تأخذ طاقة الأمواج وتحولها إلى كهرباء. وفي الدنمارك أيضاً
أبهرتني مزارع الرياح قبالة السواحل إن إنتاجها يوفر للبلاد 20% من احتياجاتها للكهرباء. الولايات المتحدة، الصين، الهند، ألمانيا وإسبانيا هي أكبر الدول المستثمرة في الطاقة المتجددة. رأيت صحاري تمتد على مد البصر، تلتهب تحت حرارة الشمس المستعرة. الترابط بين الأشياء في الأرض سنة من سنن الحياة، والأرض مرتبطة بالشمس، القبس الأصلي الذي تنهل الطاقة من سناه. في ساعة واحدة تعطي الشمس الأرض طاقة تعادل ما يستهلكه كل البشر في عام. كل ما علينا فعله هو الكف عن تشويه الأرض بالحفر والبدء بالتطلع نحو السماء. كل ما علينا فعله هو تعلم الاستفادة من الشمس وتطويع طاقتها. كل التجارب التي سردناها وسمعتم أخبارها هي بمثابة العبر، إنها منائر للهداية، معالم على الطريق لمغامرة إنسانية عمادها الحكمة والاعتدال والتعاون. أنا أوان الاتفاق والتلاقي لإنقاذ أرضنا من أجل مستقبل أولادنا. فما هو مهم ليس ما قد مضى، بل ما هو آت. إن ما بقي من النعم يشحذ الهمم، ونصف غابات العالم ما زالت خضراء، وما زالت حولنا آلاف الأنهار والبحيرات والكائنات الحية، ونحن نعرف أن الحلول متوفرة أمامنا، وأننا نتحلى جميعاً بصدق النوايا والقدرة على العمل. فماذا ننتظر؟ Thank you.